بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا خيرا على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على قدرهم، فقال عز وجل في الحديث القدسي: عبدي عندك ما يكفيك ولكنك تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، لو كان لك واديان من ذهب لابتغيت ثالثا، وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق الكافرين والمشركين والملحدين وعباد الدنيا، فما بالكم أيها الأحبة بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام. قيل له: يا رسول الله، إن فلانة بنت فلان تصوم النهار وتقوم الليل وتعطي الصدقات، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. لا إله إلا الله. ست بتصلي، صلي طول الليل، تتصدق بدراهم كتيرة جدا، تعطي الصدقات، تصوم النهار، تقوم لليل، ولكنها رزقت لسانا صليطا تؤذي به خلق الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ماذا قال في حقها؟ بتصلي، بتصلي وبتصوم تتصدق، ولكنها رزقت لسانا طويلا تؤذي به خلق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها وفي شأن أمثالها: لا خير فيها، هي من أهل النار. لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها لو كانت تؤمن بالله بحق وحقيقة لنهتها صلاتها عن الفحشاء وعن المنكر. اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم، اتصلوا بينا وكلمونا على وسائل الاتصال اللي حتتقطع على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. عندي حلقتنا النهاردة هنجاوب فيها على كل أسئلتكم واستفساراتكم. حلقتنا النهاردة بعنوان: عندي مشكلة. مشاكل كتيرة جدا، البيوت مليانة متاعب ومشاكل ومنغصات، وأنا هدفي من هذا البرنامج إن بيوتنا يبقى فيها سكينة، يبقى فيها مودة، يبقى فيها رحمة، يبقى زوج والزوجة عايشين حياة آمنة، حياة مطمئنة. عايزين يا جماعة معدلات الطلاق في مصر تتراجع خصوصا بين المتزوجين حديثا. خليني أقول لكم بصراحة، أنا زعلان جدا. لغة الأرقام وهي لغة لا تعرف الكذب بتقول لنا إن في مصر المحروسة وحدها حالة طلاق كل 6 دقايق. مشكلة. وإمتى بقى؟ بين المتزوجين حديثا، يعني لسه في 6 شهور الأولى أو السنة الأولى، في حالة طلاق كل 6 دقايق، يهتز عرش الرحمن كل 6 دقايق. دي مشكلة كبيرة جدا، لازم نشوف لها حل. عشان كده احنا يسعدنا ان احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم، وهنحاول ان شاء الله نجيب عنها باذن الله سبحانه وتعالى. خصصنا الحلقه دي للرسائل اللي وردت الينا عبر بريد البرنامج. في رساله بتقول: عايز اعرف يا مولانا ازاي اتحمل الابتلاءات واصبر عليها ازاي، خصوصا بعد يعني معرفنا ان مرات سيدنا ايوب
تحملت ابتلاءات كتيرة جدا. أنا بتعرض لابتلاءات كتيرة جدا من حماتي، وبتعرض لابتلاءات كتيرة جدا من جوزي. إزاي أصبر على الابتلاءات؟ بقول لكل زوجة شايفانة لا راحة في الدنيا، يا جماعة باختصار كده بوضوح، الدنيا لا راحة فيها، خدوا بالكم. الدنيا وما أدراكم ما الدنيا، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. وكم من غني رفعت له عمارات وفيلات، فلما عرض تركها ومات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي ست شايفنا دلوقتي مش هنستريح، وأي راجل شايفنا وأي حد شايفنا مش هنستريح إلا في حالة واحدة، الدنيا ما فيهاش راحة. النهاردة ابتلاء بالخير، بكرة ابتلاء بالشر، بعد بعده ابتلاء بالخير، بعد بعده ابتلاء بالشر، وهكذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. المهم ان احنا هنطمن امتى؟ لما نتحط في تربتنا كده واللي هي منورة، زي ما ربنا قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. طبعا هكمل الاجابة على هذا السؤال وهذه المشكلة، ولكن بعد اول اتصال تليفوني. استاذ سامح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا استاذ سامح، اهلا وسهلا، تفضل اسمعك. انا عندي مشكلة خاصة بزوجتي. مالها زوجتك؟ حابة تحفظ القرآن في أحد المساجد، فجت لها الفرصة إنها تروح المسجد وتحفظ، فتقابلت مع أحد السيدات اللي هم طبعا جماعة الإخوان المسلمين. بدأت تتكلم معاها وتجرح في دماغها أفكار وسموم غريبة، وحطها من طريقة التصرفات بتاعتها، وبدأت تقتل علاقات الناس اللي هي كانت متابعة. بدأت إيه تاني؟ تقتل علاقات الناس، يعني هي كانت بتسمع علاقات الناس باستمرار. بدأت تقتل عليها وتتكلم كلام ما حدش اقوله يعني عنها. فشويه قالت لي انا عاوز اروح اشتغل في حضانه. قلت لها ليه كده؟ قالت لي عشان ازود من الدخل معاك واساعدك في مصاريف البيت. رفضت في الاول مع الالحاح الشديد، سبتها تروح. تروح فين بقى؟ تروح عندهم؟ تروح فين؟ تروح تشتغل في الحضانه. في الحضانه، تمام. الحضانه دي تبع للسيده دي. الحضانه دي تبع جماعه اياها دي؟ اه تبعها. تمام. فما رفضت مره واثنين، وراحت يوم ولقيت العمل مش عاجبني، ورفضت مره واثنين، سابت البيت ومشت. تمام. سابت البيت. عندك ولاد منها؟ عندي اثنين، ولد وبنت. والولاد فين دلوقتي؟ معاها طبعا. خدتهم ومشت يعني. اه. طيب. رحت قلت لها انت سايبه البنات العيال، يعني ازاي تسيب العيال والولد عنده 7 أشهر والبنت عندها 4 سنين؟ ازاي تسيبهم وتروح تشتغل؟ قالت عشان مصاريف البيت، يعني الناس اللي اتدخلت قالت عشان مش قادره تطلع على عيال وانا عندي ابوها. طب انت زعلتها في حاجه؟ احنا يعني خلافات عاديه. خلافات عاديه. فقلت لها طيب انا بعت مع الناس فلوس، قلت لها ابعت لي كل اسبوع 200 جنيه مقابل ان انت تقعدي من الحضانه وتفضلي عند اهلك وتربي العيال. انت نفسيتك ترتاح تعالي تاني. طب انت ما رحتش ليه البيت ترجعها؟ ما رحتش اهلها ليه ترجعها؟ هي قاعده فين دلوقتي؟ عند مين؟ عند اهلها؟ عندها. لا طب ما تروح ترجعها، اشوف حد يرجعها. ليه ما سبتها يعني؟ انا زعلان من ان هي بترفض كلامي، وان هي بتقطع امري، وماشيه ورا القصه الاخوانيه دي اللي بتخرب البيوت. حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. عندك سؤال تاني؟ طيب شكرا جزيلا، نشوف ربنا ان شاء الله يعني يكرمك ويصلح لك الاحوال استاذ سامح. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. أول حاجة إن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة، وعايز تنجح في تعاملك مع مراتك، كل زوج شايفنا عايز تنجح لازم تستخدم ورقة وقلم وأستيكة. يعني بتكتب مراتك غلطت، تكتب لها، تقعد تكتب. لو سبت الصفحة هتسود، هتطلقها. لكن لازم تمسح بالأستيكة. واحد النهاردة كنت بكلمه بقول له كده، قال لي يا مولانا خلاص الأستيكة خلاص من كتر استخدامها باظت، ما عادش تنفع. قلت له اشتري الأستيكة تاني. هو ده، هي دي الحياة يا جماعة. فانت لازم تتحمل مراتك، هذا رقم واحد. رقم اتنين، ان اللي عايز اقوله لحضرتك ان قناة الناس دلوقتي كانت زمان حاجة ودلوقتي بقت حاجة تانية. قناة الناس طبعا بقت دلوقتي بتقدم صحيح الدين، كل الموجودين فيها علماء من الازهر الشريف. الحاجة التالتة المهمة جدا، انك مفروض ما تسيبش مراتك يعني حد يزرع في قلبها وفي عقلها افكار بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. مراتك محتاجة الشغل، سمحت لها أنت بالشغل، مفيش مشكلة في هذه الحالة. أنت قادر تصرف على بيتك وعدك، يبقى تقعد في البيت، والمفروض تسمع كلامك وفي حدود ما أمر به الله سبحانه وتعالى. وأنت ما تسيبش مراتك فريسة لهذه الأفكار البعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الدين بتاعنا دين عظيم جدا، إسلامنا
دين التسامح، دين الرحمة، دين المحبة، دين المودة، بنتعايش على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. معنا مين يا شيماء؟ أم أحمد. سلام عليك يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أم أحمد، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. الحمد لله. أنا دلوقتي معايا عيلان يتامى يا دكتور. نعم، ربنا يبارك لك فيهم ويتربوا بخير في عزك إن شاء الله وفي خيرك بإذن الله. أنا اتعصبت عليهم فأذيتهم. أذيتهم يعني عملت إيه؟ عملت إيه يا أم أحمد؟ ضربتهم. معايا بنت ولد. يعني ضرب جامد يعني ولا كده بتخوفيهم بس؟ ضرب جامد. لا ضرب جامد وأنا ندمانة ومش عارفة أعمل إيه. عملت اصابات يعني؟ فتحت دماغهم ولا حاجه؟ يعني عورتيهم؟ لا كسر. كسر؟ حرام عليك يا ام احمد. ايه السبب يعني يا ام احمد؟ عملوا ايه الولاد يا ام احمد يعني؟ ما عملوش حاجه والله. هو طفل عنده 3 سنين وطفل عنده 5 سنين. 3 سنين تكسر رجليه ولا دي نصيبه كده؟ مش قولي لي انت عملت ايه؟ كسرت فيه ايه في 3 سنين ده؟ ايديه ولا رجليه ولا ايه؟ ايديه. ايديه. عمل ايه بقى الولد ده؟ نعملش اي حاجه. امال ضربتيه ليه؟ انا عندي كهربا فتعصبت عليه ضربته. عندك كهربا؟ طيب عندك كهربا. طيب يا بنتي انت لازم، بصي ربنا يكرمك ويصلح لك حالك، لازم تتعالج يا بنتي. بتتعالجي ولا لا؟ انا بتعالج بس انا ندمانه مش عارفه اعمل ايه. طبعا انت ندمانه، لازم تندمي. ما حدش بيعمل كده في ضناه. انت تراعيهم كويس وتحننيهم، ده يعني وتشيليهم. ده الام سميت الام امه ليه؟ وربنا وصى عليها 3 مرات ليه؟ اسمعيني عشان بتشيل ابنها، تشيل ابنها يوم واثنين وثلاثة واربعة. لكن انت تضربي ابنك اللي عنده 3 سنين لغاية لما تغسله دراعه؟ ما ينفعش. بس انت عذرك عندي حاجة واحدة، انك بتقولي عندي بتاخد جلسات كهرباء او تعبانة. يبقى هذه الحالة مهم جدا، مهم جدا ان حضرتك تروح للدكتور. تداووا عباد الله، فان الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء الا جعل له دواء. معايا يا ام احمد تاني. يا ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟ اتفضلي يا ام احمد. الله يخليك. اسمعك تفضلي يا ست الكل. اسمعك يا ام احمد تفضلي. ايوه. الو. ازي حالك؟ الحمد لله يا ام احمد، الحمد لله والشكر لله. تفضلي اسمعك. انا عنده مشكله، دي لي سنه ونص بتحلي. سنه ونص ايه؟ قلت لي سنه ونص بتجوز ابويا. زعلانه في بيت ابوكي. ليه زعلانه من جوزك؟ ايوه يعني متعاطى برشام. طب سابك سنه وبتعاطى برشام، سنه ونص سايبك في البيت عند اهلك؟ ايوه والله. مسالش خالص. خلفت منه ولا لا؟ ولا لسه؟ ايوه معايا ولد وبنت. قاعدين فين الولاد والبنت؟ معايا. قاعدين معاكي وما بصرفش عليك ولا حاجه خالص؟ لا، ودختنا مشكلته وعاوزه متجوزاه بقالك كام سنه يا حاجه؟ قادر يعني متجوزه من 2010. طيب من 2010. طب انت سؤالك بقى ايه يا حاجه؟ يعني انا عامل ايه دكتور؟ مش كنت دلوقتي وبقيت في محاكم مش على المرواح، ويعني هو مش متكفل بينا خالص. يعني انت رحت المحاكم ولا لسه؟ لا شكياه في المحاكم. ايوه. طيب خلاص انتظري بقى اما حكم المحكمه يجي لك او شوف حد يقعد يتفاهم معاه. طيب من قرايبك لما عرفت في محكمه والحكم يحكم عليهم مش هيعل ناس. مش ايه؟ مش هيعل ناس يعني عشان مروح. تمام. انت سؤالك بقى، طب انت عايزه ايه يا حاجه؟ قولي لي عايزه ايه يا ست الكل. انا مش عارفه صحيح لان هو مش لما يسال وانا مستحرمه من موضوع العيال يعني. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. معانا اتصال تليفوني اخر. استاذ سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا استاذ سيد، ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ سيد، ربنا يكرمك. اتفضل يا اخي. اهلا استاذك يا دكتور. الله يسرك، اتفضل يا اخي. اتفضل اسمعك. ممكن توطي بس التلفزيون شويه وتسمعنا مسمع التليفون يا حاج سيد؟ ايوه يا دكتور. وطي شوف عشان عامل صدى صوت عندنا وعاملين لنا مشكله. ايوه سامعني كده يا دكتور؟ سامعك بس وطي التلفزيون، صوت التلفزيون. وطي التلفزيون يا بيه. ايوه. اتفضل. طيب ماشي يا دكتور، متشكرين. اتفضل اسمعك. بقول يا دكتور انا عندي بنت بقى لها اكثر من 3 شهور ما بتنامش خالص. ليه ما بتنامش ليه؟ ما احناش عارفين يا دكتور. طب يعني رحت للدكتور قال ايه؟ رحنا لخمس ست دكاتره. قالوا ايه يعني؟ دكاتره بقى كشفهم غالي خالص. ماشي معلش في ده بنتك، بس قالوا لك ايه؟ يديله علاج، يا تاخد العلاج منه وما بتنامش برضه. تاخد العلاج مش بيدوها منوم ولا حاجه؟ علاج منوم كله. طب قول لها يعني العلاج دوت
اقوى حاجه. طيب بس خليك معايا، هي بتنام بالنهار ولا بتنامش ليل ونهار؟ لا ولا بالليل ولا بالنهار. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما تقرا لها قران يا شيخ، ارقيها ولا حاجه. مش انت بتقرا قران وحاطين سماعتي؟ عندها كم سنه؟ هي عندها 23 سنه. لا لا، عندها مشكله ولا حاجه؟ اتعرضت لي مشكله ولا حاجه؟ متضايقه من حاجه؟ اتخطبت ولا ما اتخطبتش ولا؟ لا هي متجوزه ومعاها 3 عيال. اي علاقتها بزوجها ايه؟ ماشي كويس. والله كويسه يعني، عادي مع جوزها كويسه جدا، مفيش مشكله كويسه. امال مش في مشاكل؟ والمشاكل ما في، خلاص انتهت المشاكل، انتهت. بس بتاخد علاج كتير قوي يا دكتور، علاج رهيب. بتاخد ايه يعني؟ علاج ادويه ايه يعني؟ علاج نفسي يعني ولا ايه؟ كل العلاج اللي بتاخده بتاع المنوم. منوم. طيب طيب، شكرا جزيلا يا حاج. انا طبعا انا عايز اقول لحياتك ربنا يشفيها ويعافيها، انه ولي ذلك والقادر عليه. هي واجبها اولا يا جماعه رقم واحد، ده سؤال مهم جدا، تروح لدكتور زي ما بقول تاني وحاول تاني وتالت ورابع. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء. ده مهم جدا. الحاجة التانية، يا ريت بنت حياتك تكون بتصلي، مهم قوي إنها تصلي. إذا حافظت على الصلاة أكيد هتنام. الحاجة التالتة، بعد ما تاخد الأدوية والعلاج عليها أن تلجأ القرآن، تقرأ في آيات القرآن كثيرا. وكان سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان دايما يقول الانسان اللي يجيله هم ما يعرفش ينام، كان يقول لنا يقرا ايتين: فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، والايه الثانيه: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. الاثنين في سوره الكهف. كان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول لنا لو الواحد توتر وعايز ينام يقرا الايات دي اكيد هينام باذن الله سبحانه وتعالى. فانا بنصح بنتك تقرا الفاتحه قبل ما تنام، وتقرا الايات دي، وتحاول تقرا قران، وتستغفر ربنا كتير قوي أكيد، وتتوضأ قبل النوم. قال عليه الصلاة والسلام يا جماعة في الحديث الصحيح: من توضأ للنوم بات بين دثاره ملاك يستغفر له حتى الصباح. هتسألوني دثار يعني إيه بقى؟ يعني بين اللحم والثوب، ملاك بيستغفر لك وأنت كده نايم، وبتسجل لك حسنات عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يشفي لك بنتك يا رب، ويشفي كل مريض، ويملأ بيوتنا محبة وبهجة وفرح. معانا اتصال تليفوني، أستاذة نورة، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا يا استاذه نوره، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مرحبا، اتفضلي. الحمد لله، ربنا يكرمك، اتفضلي يا نوره هانم. بقول لحضرتك يا دكتور، كنت عايز اسالك سؤال. اولا انا بكلمك بس عشان اسلم عليك، بس انا افتكرت حاجه فلازم اسالك عليها. كلمتيني ايه تاني؟ بتقولي تاني؟ معلش ما سمعتكيش. بكلم حضرتك عشان اسلم عليك بس. اهلا وسهلا. عندي سؤال صغير قوي هسالك فيه. اتفضلي يا نوره. بص يا دكتور، دلوقتي لو انا في شغل وحتى ميك اب عادي لو انا صليت ولا حرام؟ طيب يعني انت بتصلي. طيب هكلم حياتك ان شاء الله بعد اذن حضراتكم، هخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم هتجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم. موضوعنا النهاردة جميل جدا. عندي مشكلة، مشاكل كتيرة جدا في البيوت، البيوت مليانة مشاكل ومتاعب، والكيس فينا اللي يقدر يتغلب على مشاكله، وحنظل في هذه المشاكل أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لأن الدنيا يا جماعة باختصار كده عايز أقول لكم تاني، لا راحة فيها، ما فيش راحة في الدنيا. هنستريح لما نتحط في تربتنا كده ونلاقي التربة منورة زي ما ربنا قال كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قبل الفاصل كان معانا المشاهدة الكريمة أم أحمد اللي أنا زعلان منها جدا، اللي ضربت ابنها وابنها الثاني. ابنها الأولاني عن 3 سنين ضربته، ابنها وبنتها ضربت الولد عن 3 سنين كسرت له دراعه. بقول ما فيش أم بتعمل كده في ضناها، ضنا غالي، ده العصافير بتحافظ على أولادها، ده القطط بتحافظ على اولادها. ولو حد يجي يقرب كده لابنه القطه، شوف القطه بتعمل في ايه، ما بالك بابنك انت تضربيه تكسري دراعه؟ دي حاجه تزعل قوي يعني. يعني الامومه راحت فين؟ لكن عذرها بتقول لك انا بتجيلي حالات تعبانه. يا حياتك السكل، ما ينفعش تضرب ولادك. تعالجي، روحي للدكتور وتعالجي وخدي دواء، وربنا يصلح لك الحل ان شاء الله ويصلح لك كل امر عسير. انا عارف انك ندمانه وزعلانه اهو بتكلمينا، كويس انك كلمتينا، لكن دايما يعني طبطبي على اولادك وخوفيهم بس. وزي ما سيدنا علي كده قال لنا لكلنا برضو، قال لنا ايه؟ اربي ولادي ازاي؟ قال له: علق صوتك حيث يراه ابنك.
يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني خوفوا بس. ودلوقتي على فكره ما عادش ينفع كمان ابدا تخوف مع اولادنا. الجيل الجديد دلوقتي، الجيل اللي طالع جديد اليومين دول، الجيل الانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها، ما عادش ينفع معاك الكلام ده. طب ربي ابني ازاي؟ خدوا مبدا العقاب والثواب. قول له لابنك كده لو ما سمعتش كلام ما ذاكرتش مش هفسحك الاسبوع ده، مش هشتري لك عجله، مش هجيب لك موبايل، مش هدخلك على الانترنت. هو ده اللي يكون العقاب، لكن عقاب بضرب وخبط وتعمل لابنك 10 غرز و12 غرزه، ده كلام يا جماعه ما يغضبش ربنا. يا ريت ما تعمليش تاني. وكل ام يا ريت ما تضربش ولادها. يعني الرسول لما قال لنا اضربوهم، مش اللي الصحابه زمان لما الواحد كان حتى زعلان من مراته كان بيضربها بعود اراك، يعني عود سواك، يعني مش ضرب، ده هو بيقول لها من فضلك انا زعلان منك تعالي صالحيني. هو ده يا جماعه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المساله. المشاهده الكريمه الثانيه اللي ام احمد برضو عندها مشكله مع جوزها بقاله سنه ونص سايبها وخلاص وصلنا للمحكمه. انا على فكره ضد ان الست تروح اول ما تحصل مشكله مع جوزها يقولوا لها ايه تعالي جرجريه في المحاكم وطلعي عينه. يا جماعه الزوج ازاي بعد مراته ودته المحكمه هيعيش معاه تاني؟ خلاص الثقه بينهم بتروح. فنصبر شويه، يعني نلجا المحاكم دي اخر الدواء، الحل، العلاج. لكن نعمل ايه؟ كان المفروض نعمل ايه؟ اما تحصل خلاف بين الراجل ومراته زي ما ربنا قال، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. حد من هنا وحد من هنا وقعدوا يحلوا المشكله. لكن اول ما الست عامله يعني انا عايز اقول لحضراتكم بحكي لكم عن زوج وزوج. انا كنت بس اخد الاول ام اميره واحكي لكم المشكله اللي بتكلم عليها. يا ام اميره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام اميره؟ اتفضلي. الله يخليك يا فندم. معلش يا رب الشيخ انا عايز اسالك على سؤال. اتفضلي يا ام اميره. انا متجوزه من شهر 8. نعم. جوزي قعد معايا 3 شهور ومن شهر 11 لغايه الان ما بيكلمنيش. ليه؟ انتوا لسه متجوزين؟ اه. ما بيكلمكيش ليه يعني؟ ما بيكلمنيش خالص. لا هو انت اتجوزتيه غصب يعني غصب عنه ولا ايه؟ لا والله احنا اتحدينا الدنيا كلها. طب بقى الجواز بقى عليك قد ايه يا ست كل؟ يعني من شهر 8 لغايه دلوقتي. يعني من شهر 8 شهور. 8 شهور وخصمته على طول كده؟ انتوا لسه يا بنت في ايام الاولى الجواز. اه. ايام الحلوه. حملت خلاني سجدت يعني وكده. طب يعني ايه السبب؟ سبب المشكله ايه؟ انت عايشه مع حماتك ولا عايشه لوحدك ولا ايه؟ لا مع حماتي وحمايه. عايشه مع حماتي. انت زوجه تانية ولا اولى؟ لا التانية. الزوجه التانية. الزوجه التانية. فطب زعلان منك ليه بقى؟ اكيد الاولى رجعته ولا ايه؟ والله اعلم، والله ما اعرف. يعني هو عايش انت متجوزاه وعارفه انه متجوز معاه واحده اولى وانت التانية. اه. طيب. طب اصلا ما طب لما اتكلمت معاه قولي له انت زعلان مني في ايه؟ قال لك ايه؟ ما كلمنيش من اصلا، ما كلمنيش. يا بنتي 8 شهور اتجوزك ليه اصلا؟ والله ما اعرف. يعني انت بس ايه اسباب اتجوزك؟ جوزك عشان عندك فلوس، عندك حاجه هتديها له، يعني اتجوزك ليه؟ والله ما اعرف. ما اعرفش. انا عندي 28 سنه وهو عنده 50 سنه. طب وانت ايه اللي خليك تجوزي حد بالشكل ده يعني؟ سن فرق سن كبير جدا. ها؟ ظروفي كانت صعبه. يعني كنت عايز اتجوزه وخلصنا يعني؟ ظروف ماديه كانت صعبه يعني؟ لا مش كده، مش كده والله. امال ايه يا بنتي؟ يعني احس ان الواحده بتوصل ل 28 ولا 27 فبالطبع الناس كلها يعني بتكلم عليها. فانت قلتي خلاص اتجوز اي حد وخلاص، بس كان لازم تختاري. انت اتجوزتي قبل كده ولا اول مره يا بنتي؟ دي اول مره. يعني يعني اتجوزك بكرا. أنا لقيته شيخ وكويس ومن آدم وناس كلها بتحبه، فقلت يبقى خلاص أرضى بنصيبي وكده، بس للأسف ما طلعش نصيب كويس. طب يعني ما قلتليش لما شكيت البابا وماما قالوا لك إيه؟ ولا أنت فين دلوقتي؟ لا. أنت قاعدة ببيت ماما ولا قاعدة ببيت جوزك؟ لا ببيت جوزي. قاعدة ببيت جوزك، طب هو ما قعدتيش معاه واتكلمت معاه وقلت له أنت ليه مش بتتكلم معايا؟ أنا مراتك وليا حق. مراتك الاولى لا زعلان مني ليه؟ تبات عندها ليله وعندي ليله وتعدل بينا. لا مفيش من الكلام ده خالص. ما كلمتهوش ليه في كده يا بنتي؟ اقعدي اتكلمي معاه. مش بيكلمني خالص. ليه خالص. ليه والله يعني ما اعرف. طب مش بيجي البيت؟ انا سالته بيجي البيت ولا بيجيش؟ بيجي كاني مش موجوده خالص. امال بياكل فين ويشرب فين؟ مع بابا ومامته. بياكل مع مامته تحت وخلاص؟ طب ما تروحي لحماتك قولي لها، ولا حماك قولي له،
في ايه يعرفوك؟ انا حماية وحماتي كويسين معايا جدا، فانا مش مستنية مثلا اي حاجة تزعلني معاهم. وقلت خلاص ان كان مثلا يطلقني يطلقني يخليني يخليني، بس انا مش فاهمه بيعمل معايا كده ليه. سألت وقال لي انا حصل معايا حادثة فخلتني ما نفحكيش ولا انت ولا هي. بس بعد كده عرفت ان هو اتجوز تاني، جوز واحد تالتة. اه لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا بنتي انا اهلي بس لحضرتك يعني. والله يا بنتي الله يا بنتي ربنا يسترك. انا بسمع حاجات غريبه جدا يا جماعه. ربنا يسترك يا بنتي ويصلح حالك وينور لك طريق. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا لكل شايفنا عشان نحسم الموضوع. بصراحه حاجه تزعل جدا يا جماعه. الزواج ده تحت عنوان، اسمعوها كويس قوي، الزواج تحت عنوان امساك بمعروف او تسريح باحسان. يا تعيش معاها بمرضي الله، يا تقول لها اتفضلي استكل حقك اهو مع الف سلامه. هو ده اللي يرضي ربنا في هذه المساله. لكن متجوز عنده واحده زوجه اولى وتجوز الزوجه الثانيه وبتقول لي سابنا وتجوز واحده ثالثه، العدل. عايز تتجوز اتجوز ثلاثه، اتجوز اربعه، انت حر. بس بشرط ايه؟ العدل، ان تعدل. انت دلوقتي زوجتك ما بتكلمهاش وسايبها وبتاكل عند بابا وماما. طب يا خلاص، يا امساكم معروف يا تسريحهم باحسان. والمفروض ان يتدخل والدك ووالدتك واسرتك عند حماكي وحماتك وتقعدي معاه وتناقشي معاه الموضوع. انت زعلان مني في ايه؟ لو قصرت في حاجه صلحي نفسك. هو مش عايزك، خلاص زي ما ربنا قال يغني الله كلا من سعته. وخدوا بالكم، بقول لك لو سبت امك ومشيت ربنا مش هيكرمك، لو سبت ابوك ومشيت ربنا مش هيكرمك، لو سبت ضناك ومشيت ربنا مش هيكرمك. لكن لو مراتك اختلفت معاها وما عرفتش تعيش معاها وتفرقتوا انتوا الاثنين، اهو الايه الوحيده في القران يغني الله كلا من سعته. هيغني الزوجه وهيغني الزوج، هيغني المطلقه وهيغني طلقها، هيرزق الزوجه بزوج صالح تاني اكيد، وهيرزق الزوج بزوجه صالحه تانية اكيد اذا تفرق يغني الله كل من ساعته. لكن ان احنا نسيب الدنيا بهذا الشكل اعتقد ده يعني شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وما ينفعش ابدا يا جماعه ان واحد عمال يتجوز دي ودي 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 وخلاص دون ان يعطي كل زوجه حقها. ده الرسول قال لنا حديث واضح جدا، من تزوج من امراتين فلم يعدل بينهما جاء في يوم القيامه واحدى شقيه مائل. معانا اتصال تليفوني اخر. معانا ام شيماء. يا ام شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام شيماء؟ من فضلك. اتفضلي يا ام شيماء. بالنسبه لكل هو الله قل كل هو الله احد، لو اتقالت 10 مرات يتبنى بيت في الجنه ده طيب. صحيح؟ طب حاضر. عندك سؤال تاني؟ السؤال التاني سوره الكهف كذلك. ليها فضل يوم الجمعه ومن الجمعه للجمعه وثلاث ايام كمان. حاضر حاضر يا فندم. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا. طبعا ممكن ترجع لبرنامج فتاوى، برنامج جميل، أساتذتنا ومشايخنا ترجع له الساعة 7. لكن باختصار عشان وقتنا، احنا برنامج اجتماعي بنتكلم في الجواز وما إلى ذلك. لكن أستاذة شيماء عموما من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ياخد ثواب قراءة القرآن الكريم، ثواب قراءة القرآن الكريم كله، وصوت الكهف برضه تضيء له ما بين الجمعتين. ومزيد من ده ممكن تتوجهي لبرنامج فتاوى الناس، هو ان شاء الله هيجاوبك مشايخنا واساتذتنا فيه ان شاء الله الساعه 7. معانا مين يا شيماء؟ يا ام يوسف السلام عليكم. طيب راحت ام يوسف، انقطع اتصال تليفوني. حاولي حياتك تتصلي بينا مره ثانيه يا ام يوسف. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز حلقتنا النهارده بعنوان عندي مشكله. ربنا يزيع عننا المشاكل يا رب ويحلينا كل المشاكل ويدفع عن بيوتنا السوء، وبيوتنا كده تبقى عمرانه ومليانه محبه ومليانه بهجه ومليانه فرح، وكل زوج كده يبقى راضي عن مراته وكل زوجه تبقى راضيه عن جوزها، وتبقى الحياه كده ترضي ربنا سبحانه وتعالى وما يدخلش شيطان بيتنا ابدا انه ولي ذلك والقادر عليه. ازاي بقى احنا نحتمل ابتلاءات الدنيا؟ زي سؤال المشاهدة الكريمة. انا النهاردة يا جماعة جايب لكم دواء من الصيدلية القرآنية، دواء لكل زوجة عندها مشكلة مع جوزها، دواء لكل زوجة عندها مشكلة مع حماتها، دواء لكل زوجة عندها مشكلة مع اولاد، دواء لكل زوج برضه مبتلى. ربنا رزقه بست صليطة اللسان او ست بتعامله معاملة سيئة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد عنده مشكلة او ازمة في الدنيا، يعمل ايه ويتصرف ازاي؟ نواجه ابتلاءاته دي الدنيا ازاي؟ اصعب حاجه في الدنيا انك تعيش مع حد مش عارف قيمتك، ان الزوجه تبقى مش عارفه قيمه جوزها، او الراجل مش عارف قيمه مراته. دي اصعب حاجه في الدنيا. ليه؟ الشيطان دايما بيخلي الحلال ماسخ
وبيخلي الحرام حاجة حلوة جدا. سبحان الله، تراجل الزوج سمراته جميلة الجميلات وسابه يبص للشغالة، وده برضه حاجة تغضب ربنا سبحانه. ليه؟ الشيطان بيخلي دايما الحلال ماسخ وبيخلي الحرام حاجة كويسة جدا. طب احنا نعمل ايه ونتصرف ازاي لما يكون في مشكلة في البيت، لما يكون في مشكلة بين الراجل ومراته، لما يكون عندنا أزمة بين الزوجين، نعمل ايه؟ الدواء موجود في القرآن، ربنا قدم لنا دواء في الصيدلية القرآنية، ودواء ربنا يا جماعة ببلاش، والصيادلة يقول لك أي دواء بتاخده له آثار جانبية، لكن الدواء ده ملوش آثار جانبية، عارفين ليه؟ أصله من عند ربنا سبحانه وتعالى. إزاي بقى له بقى آثار جانبية؟ الدواء اللي بقدمه لكل الست اللي عندها ابتلاء دي، اللي مش قادرة تتحمل، ربنا بيقول عنه: فاصبر إن وعد الله حق، في سورة غافر يا جماعة، فاصبر إن وعد الله حق، وبعدين يا رب واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يبقى ربنا أهو، ربنا يا جماعة اللي خلقنا، بيقدم لنا ثلاث أدوية: واحد الصبر، اثنين الاستغفار، ثلاثة التسبيح. هشرح ده وهتكلم في الموضوع ده ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير، ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة. حلقتنا النهاردة بعنوان: عندي مشكلة، ربنا يزيع عننا كل المشاكل والمناغصات ويجعل بيوتنا كده مليانة محبة وفرح وبهجة وخير وسعادة وأمن. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. معانا اتصال تليفوني، معانا أم أحمد. يا أم أحمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا دكتور، ازاي حضرتك يا ام احمد؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله. انا زوجي يا دكتور، يعني انا متجوزه بنت عيله وهو ما بينصفنيش خالص في اي مشكله بينه وبين مثلا والدته، مع ان انا بعملها بما يرضي الله وما بحبش اظلمها، عشان انا ماشيه بمبدا ان ده ممكن هيترد لي في عيالي لان انا عندي صبيان، وماشية بإني إن أنا مثلا أخلص ضميري من ربنا. وعايشة بقى حماتك يعني وبتستحمليها وخلاص وماشية الدنيا. وزوجي ما بينصفنيش في أي مشكلة خالص مثلا ممكن تحصل في البيت، هو أهم حاجة عنده والدته، مع إن أنا ما بقصرش معاه في أي ما حاجة. برضو هي أمه برضو لازم يرضيها حاجة ولا إيه؟ ومراته برضو يرضيك؟ ما هي امه، بس انا بحب مثلا ان هو يقف موقف عادل، يعني ايه مثلا يقول رايه بالحقيقه، لا يظلمني ولا يظلمها. يعني هي حماتك بتعمل ايه يعني بتتدخل في كل حاجه، بتحط مناخيرها في كل حاجه ولا ايه يعني، ولا في ايه المشكله؟ ايوه، هي اللي ماشيه البيت، هو ما يعني يعتبر كلمته ما بتمشيش خالص، هو هي بيسمع كلامها في كل حاجه وهي اللي ماشيه البيت. طب ما برضه خد بالك، هي امه ومفيش مشكله، هو ما هو برضه بيسمع كلامك وبيعمل لك اللي انت عايزاه ولا ايه؟ هو بيسمع كلامي وهو انسان أهو. كويس طيب. وانا مش بشتكي منه في حاجه، بس هي النقطه دي انا مضايقاني فيه جامد. لان حتى لما مره كانت يعني كان في مشكله وحبيت ان انا اسيب البيت، قال لي انا مش هقدر استغنى عن والدتي، وممكن انا اتجوز واحده واثنين والاولاد برضو ربنا يرزقني تاني، انما انا ليا ام واحده ما اقدرش استغنى عنها. طب ما هو برضو كلام عاقل جدا، بس هو لا اعتبريها امك وخلاص، انت كمان ما هي برضو امك، وزي ما امك برضو امه، ولا ايه رايك؟ هي امي برضو، انا بقول لحضرتك انا بعملها بما يرضي الله. يعني بص يا ست الكل، اقول لك حاجه، الرسول قال لنا: ليس منا من لو يوقر كبيرنا. حماتك دي ست كبيرة، وقريها واحترميها وخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من دخل دار أبو سلم فهو آمن، خلاص ما فيش مشكلة، ما خصش عليك حاجة، أما تعمليها معاملة طيبة وتقول لك كلمتين طيبين كده ترضي بهم ربنا سبحانه وتعالى. أي برضو حماتك وفي مقام أمك، عامليها زي ما تعامل أمك، ولا أنت إيه، ولا رأيك إيه؟ والله يا دكتور انا بعملها بمرض الله وبعملها احسن من والدتي كمان. طب امال بتشتكي ليه بقى؟ بتشتكي من ايه بقى؟ بتشتكي منها ليه؟ انا بشتكي من موقف جوزي، ان هو يعني انا ممكن بيبقى ساعات معايا اكتر الاوقات الحق في اللي انا مثلا عملته او في اللي انا
مثلا في الموقف نفسه، وببص الاقي هو واخد موقف سلبي مني خالص، وما وهي كلام والدته هو الصحيح، مع انه هو طيب ممكن يكون هو غلط. خلاص واضح سؤال حياتك، هجاوب على سؤالك. معايا ام مصطفى. يا ام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ام مصطفى؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ نورتينا وكترتينا، اتفضلي. انا يعني سعيده ان انا كلمتك والله. اهلا بيك يا ام مصطفى، ربنا يستورك يا فندم. اهلا بحضرتك، مستهلك الحال. بتكلم دلوقتي في البرنامج اللي انت بتقول عندي مشكله. دلوقتي انا عندي مشكله برضو. خير يا فندم، خير، ربنا يزيح عنك كل المشاكل والمرغصات. لا هو جوزي كويس والحمد لله وكويس، بس انا زوجه تانية. الحمد لله. وزوجة تانية يعني دي، فما عدلش خالص في الأول، وبعدين لما طلبت منه العدل بقى يشتمني ويضربني ويعمل حاجات مش كويسة خالص. ابتدى بعد كده ان هو ويقول لي هطلقك وكده، ابتدى ان هو بعد كده يعقل ويهدى ويبقى كويس، بس تحس ان هو قاعد متضرر. لما بيجي البلد عندي يبقى مش طايقني ويبقى مش عايزني. حاجات كتير جدا. طب انت بتضايقيه يعني ولا حاجة؟ يعني لا ما بدقوش. يعني بتضرر ليه؟ انت ماسكه له طفاشه ولا حاجه؟ بتضرر ليه يعني؟ بيتضرر لما بقول له اتقي الله بس واعدل، مش عايز غير العدل، لانك لو اقمت العدل. طب ما ده ما حدش يزعل من اتقي الله يا حاجه، ربنا قال لي لا سيدنا لا لا محمد لا عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله. هو ما زعلش سيدنا النبي يعني. يا دكتور هو قاعد مسامعك، وانا عايزك توجه له كلمه، تقول المراه صليفه اللسان. لما هو الراجل مثلا يخشى مراته بأوحش الشتايم اللي ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش عنها. أوحش يعني فوق ما انت تتخيل. طب اول ما اتجوزتيه يا ست الكل كان كويس معاكي ولا كان كده على طول؟ جدا كان كويس. طب جدا، بس طب ما سالتيش يعني نفسك بقى ايه اللي غيره؟ اللي غيره ان ابتدى يظلم. قلت له لا اتقي الله، انا جوزتك وانت. طب ايه اللي موجود عند الست الثانيه انت ما بتقدريش تعمله له؟ يعني لا لا الحمد لله بعمل كل شيء الحمد لله، وما فيش اي شيء يعني كل شيء موجود الحمد لله. يعني بتنكدي عليه؟ بتضايقيه؟ بتقعدي تقولي الكلام ضايقه؟ الحمد لله رب العالمين. ده يمكن هو بقى العكس. طب انت عايشه معاه بقى لك قد ايه دلوقتي؟ يعتبر دلوقتي بقى لي 5 سنين وشويه. خلفت منه ولا ما خلفتيش؟ خلفت ولد الحمد لله. طب خلاص الحمد لله، عشان خاطر بقى الورد ابنك ده الجميل ده اسمه ايه؟ صح ابنك يا دكتور، اسمه صح ايه؟ بس العدل اساس الملك يا دكتور. احنا هو قاعد دلوقتي بقول لك العدل اساس الملك. لما انا زعل، لما ابتديت انا اقول له اتق الله واعدل، عشان العدل اساس الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعدل بين الزوجات. تمام. فالعدل اللي بين الزوجات دوت وجد بينهم الحب. انا لو كويسه انا مثلا وزوجته الثانيه اختي او شقيقتي يعني فيه او اختي، لو كويسه يوقع بينا، يقول انتوا هتتفقوا عليا، يوقع بينا، يجي يخلينا نخاصم بعض، يرجع بعد كده يقول لنا صالحوا بعض ويتعب ونصالح بعض. طب من الاول ليه بتوقع منا، وبالاول ليه ترجع بعد كده ان انت تصلح ما بيننا؟ فهو كان قاعد يا دكتور قام، اول ما انت تقول ايه الزوجه صليطه اللسان، قام او هدى او فرح بنفسه قام يتفرج على حضرتك. طب ما انت كمان صليط 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 فوق اللسان، هو قاعد وسامعني بيبص لي ويضحك. يعني هو كمان انا بتكلم قدام منه مش من ورا منه، عشان تبقى ايه بتبقى معادله صح. هو فوق يعني. يعني يا دكتور مش عارفه اقول لك ايه، يعني كل الالفاظ القبيحه اللي في الدنيا بيقولها. طب انت اقول لك حاجه، اسالك سؤال، ما شفتيش من الراجل ده ايام يوم كويس؟ لا 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 شفت الحمد لله، شفت ايام كتيره كويسه. يبقى معلش حاجه ما تزعليش بقى يعني. لا برضو انا مستغربه هو ازاي اتغير يا دكتور، ليه بتتغير؟ طب ليه اقعدي معاه وقاعد جنبك اساليه اتغير؟ ادوه لنا لو يقدر يكلمنا خليه يكلمنا، قلنا هو اتغير ليه يا دكتور؟ لا 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 يا دكتور هو قاعد، بس لما اخذ في الكلمه دكتور هينكر حاجات كتير على الهوا. لا يعني خليه يقول لي، هو ادوه لي يقول لي هو زعلان من ايه اللي مضايقه فيك يعني. هقول لك يا دكتور اللي حصل يا دكتور، ان انا مثلا لما بقول له اعدل اتقي الله ما بيعجبوش الكلام، انت هتأيديني، انت عايز يمشي بمزاجه، يروح مثلا عند الزوجه الثانيه مثلا 5 ايام يجي عندي يومين، اقول له لا ما انا انسانه. لا اقول له لو سامعني العدل مطلوب، دي ليله ودي ليله، دي ليلتين دي ليلتين، ده العدل. ايوه جاب هنا كيس جوافه يجيب هنا كيس جوافه، جاب هنا جلابيه يجيب هنا جلابيه، هو ده اللي يرضي ربنا. لا يا دكتور اللي حصل ان بيجيب لها هناك مثلا يجيب لها جلابيه العيد ما يجيبليش انا ابدا. طب وش عرفك الكلام ده يا حاجه؟ لا حصل بتقول لي وقالت لي قدام منه. بيحصل ان هو بيجمعنا سوا، قالت لي قدام منه يا بنتي ده جاب لي كذا، طب هات لي زيها. لا مش هجيب لك. هو فعلا قدام مني جاب لها تليفون، جاب لها جلابيه، جاب لها حاجات كتير، يجي عليا انا الزوجه الثانيه اقول لك لا طب ما انت عندك انا ما اجيبلكيش، لا طب ما انت اساسا انا جبت هنا تجيب هنا. لا 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 يا دكتور هي مثلا ليها علاج كزوجه اولى، يقول لي هي زوجت ام عيالي، طب ما انا ام ابنك انت. طب بس عايز اقول لك حاجه يا ام مصطفى، عشان ربنا يكرمك ويبارك في مصطفى، انا عايز اسالك من دلوقتي تغيري طريقه تعاملك مع زوجك. لا انا مغيرها غيري طريقه تعاملك، خليه له البيت. بص اسمعي بس كلامي، خليه له البيت ده جنه، خليه يبقى قاعد في البيت. لا 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 يبقى زعلان انه خارج منه، انه زعلان انه سايبك ورايح للزوجه الثانيه، او زعلان رايح شغله. بعمل له الاكل اللي يعجبه، بنضفه، يمكن هو يمكن عشان جنه زاد عن اللزوم، او يعني البيت نظيف. لا المفروض البيت يبقى زاد على اللزوم، وسيب البيت ليه؟ ما لا مؤاخذه يا دكتور، يعني انا كانسانه مش هقول لك كانسانه، انا يعني كانسانه كزوجه الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن
يعني اي حاجه الحمد لله كويسه معاه فيها، مش يعني الشيء الزوجي كويسه جدا الحمد لله رب العالمين. هو كل المشكله لما بطلب منه العدل بيزعل جدا، مش عايز العدل. انا زوجه تانية يعني خدني كده، مش مهم ان هو يعدل يعني. لا لا بد من العدل، ما حدش هيقول، مش هتلاقي شيخ يقول لك ان لازم عدل. انا عايز بقى الشيخ يقول العدل ده موجود، يقول لي لا ما فيش شيخ هيقول ان في عدل بين الزوجه الاولى والزوجه الثانيه. لا لا في عدل بين الاثنين العدل. حاضر يا فندم، بشكرك جدا يا حاجه. العدل يا جماعه بين الزوجات ده مطلوب وامر به الاسلام، وانا لسه قايل لكم من شويه يعني لو جاب هنا حاجه لازم يجيب هنا حاجه. لكن اللي اتجوز واحده ويتجوز تانية وما يعدلش بينهم، زي ما قلت زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي يوم القيامه واحدى شقيه مائل، يعني هيسال. واحنا كلنا عايزين نروح الجنه، يعني عايزين كده. الدنيا مرحله بسيطه، والجنة يا جماعة فيها حور عين، وفيها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مهم جدا إن الحياة الزوجية بتبقاش بهذا الشكل وبهذا الصراع. وبعدين برضو يا أم مصطفى أنا عايزك تغيري طريقتك، طريقتك في تعاملك مع جوزك، حاولي تحتوي زوجك، حاولي تشوفي إيه يعني، مش كلمة بكلمة، ما نقعدش كده نتناحر كلمة بكلمة، لا وصلي وجهة نظرك وتفقدي إمتى تقولي. في ساعات ممكن تتكلمي وساعات لازم تسكتي، يعني مش كل الكلام حضر وقته. لكن يا جماعه لازم، مهم جدا كلامنا يرضي ربنا سبحانه وتعالى في تعاملنا زوجنا. معانا استاذه هدى من الامارات. يا استاذه هدى السلام عليكم. اي السلام عليكم. عليكم السلام استاذه هدى، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. ازي حضرتك؟ بتتكلمي منين؟ حته من الامارات، من العين ولا من ابو ظبي؟ من العين ولا من ابو ظبي ولا منين؟ لا من ابو ظبي. من ابو ظبي، اتفضلي يا فندم اتفضلي. بقول لحضرتك انا لسه انسه ومقيمه يعني مع اهلي هنا في الامارات. انت جنسيتك مصريه مش كده؟ حسيت ريحه حب من سره. انت مصريه مش كده؟ مصرية. تمام. مصريه. حبيتي واحد من سنه؟ حبيت من حب طرف واحد. مين اللي كان بيحب؟ انت بتحبيه ولا هو بيحب؟ انا لا انا محدش يعرف ان انا بحبه يعني. تمام. هو بني ادم كويس وشايفاه يعني كويس وكده يعني، وبني ادم صالح وبيصلي وبيتقي يعني ربنا، ويعني وعينه ما جاتش عليا ولا مره. فانا عجبني الشخصيه ديت. ايه؟ وتاني حاجه عايزه اعرف يعني طيبونا للطيبات، عشان انا مامتي طيبه بابايا شويه عصبي ويعني مش بيحن على مامتي بكلمه حلوه ولا كده يعني. تمام. فعايزه حضرتك تقول لي دعاء ليا. عايزه حضرتك تقول لي دعاء ليا. وتاني حاجه تقول لي يعني ايه الطيبون للطيبون. طيب انت دلوقتي الراجل ده يعرف انك انت معجبه بيه ولا ما يعرفش؟ لا ما يعرفش. طيب حاضر هقول لك تعملي ايه. طيب سؤال مهم جدا يا جماعه، لو البنت ارتبطت بولد تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ بقول يا جماعه اهو، او معجبه بيه، ما هو الاعجاب هو ارتباط. شوف يا جماعه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، الحب مش عيب ولا الحب عوره. اي بنت معجبه بشاب او ارتبطت بيه نفسيا تعمل ايه شرعا؟ تقولي ولي امرها. لكن ما اقول لي بابا ده يموتني، لا بلاش بابا خليها ماما. بس تقول لحد في العيله، وده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في قصه يوسف الصديق، قصه موسى عليه السلام لما سيدة صفوراء كانت معها، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنكمل إن شاء الله الموضوع ده بكرة بإذن الله. مخرجنا الكبير محمد مهدي يقول خلاص وقتنا خلص، فبستأذن حضراتكم إن شاء الله نلتقي غدا على خير إن شاء الله، ونكمل الإجابة على كل أسئلتكم واستفساراتكم وبرنامجكم هتجوز. بدعو لحضراتكم في النهاية بالتوفيق والسداد والصحة والعافية، وربنا يجبر بخاطرنا جميعا. اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك، فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب، ويسر لنا كل أمن عسير. نلتقي على خير غدا إن شاء الله. إلى اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.